أهلا بك عزيزي المشاهد في فيديو جديد ونستعرض فيه حكاية فيلم ريا وسكينة، والذي يعد ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري في السينما المصرية في القرن العشرين، وذلك نتيجة استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين عام 1996 لاختيار أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العشرين، وذلك بمناسبة مئوية السينما المصرية والتي توافق أول عرض سينمائي في مصر عام 1896، وتم اختيار الأفلام بداية من عام 1927 حيث تم عرض فيلم ليلى، وهو أول فيلم سينمائي طويل، وحتى عام 1996 وتم الإعلان عنها ضمن الاحتفالية التي أقيمت عام 1997، وأشرف على الاستفتاء الكاتب سعد الدين وهبة. أما عن فيلم ريا وسكينة فهو من إنتاج وتوزيع شركة أفلام الهلال عام 1953، حيث يتناول الفيلم قصة حقيقية تعود لعام 1920 عن ريا وسكينة، أشهر عصابة في خطف الفتيات وقتلهم لسرقة مصاغاتهم الذهبية، وسيناريو الفيلم نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف، وحوار السيد بدير، وإخراج الفيلم صلاح أبو سيف. وبطولة الفيلم أنور وجدي في دور الضابط، أحمد يسري وفريد شوقي في دور الأعور، وشكري سرحان في دور أمين، وسميرة أحمد في دور سعاد، ونجمة إبراهيم في دور ريا، وزوز وحمد الحكيم في دور سكينة، ورياض القصبجي في دور حسب الله زوج ريا، وسعيد خليل في دور عبد العالي زوج سكينة، وبرلنة عبد الحميد في دور دلال، ومحمد علوان في دور المخبر زغلول، والطفلة رجاء توفيق في دور نفيس ابنة ريا، وملك الجمل في دور أم بسيمة، وعبد الحميد زكي في دور المعلم الجزار، وعبد العليم خطاب في دور فرغل الفرارجي، وإبراهيم حشمت في دور المأمور، وعبد المنعم إسماعيل في دور لبلب، والطفل سليمان الجندي في دور حمادة أخو سعاد، والراقصة زينات علوي في دور وردة الرقاصة. ويبدأ الفيلم بمشهد بوليس مدينة الإسكندرية قسم اللباني، وتأتي أم بسيمة إلى القسم وتقابل الضابط أحمد يسري والمأمورة وهي باكية، وتستنجد بهم في اختفاء ابنتها بسيمة بالأمس وأنه تم اختطافها، ويخبر الضابط أحمد يسري المأمورة بأن ذلك ثاني بلاغ عن اختطاف سيدة في هذا اليوم الجمعة، ليقول له المأمور بأن 26 سيدة تم اختفاؤهم في أقل من شهر ونصف ولا يوجد دليل. وتنشر الصحف اليومية مقالات عن وقائع الخطف وتهاجم فيها البوليس، وتجتمع قيادات البوليس مع المأمور حول هذه الجرائم وأنه يجب تغيير هيئة مباحث القسم بأكملها ويجب تعميمه على جميع الأقسام، ويجيبهم المأمور بأنه تم ذلك بالفعل في قسم اللباني، ويستجوب الضابط أحمد يسري أم بسيمة ويستنتج منها أن بسيمة كانت تعمل عند الست نفيسة، ليقوم الضابط بالذهاب إلى الست نفيسة في شقتها ويسألها عن بسيمة وتخبره بأنها لم تكمل عملها بكوي الفستان وخرجت مع صحباتها سعاد ودلال. ثم يذهب الضابط إلى شقة سعاد ويفتح حمادة أخو سعاد له باب الشقة، ويقوم الضابط بالدخول ويقابل والد سعاد ويستأذنه في استجواب سعاد عن بسيمة صاحبتها، ثم يستجوب الضابط سعاد ويستنتج منها أن دلال تسكن في الشقة التي فوقهم، ليرسل الضابط حمادة ليقوم بإحضار دلال، ثم يستكمل الضابط تحقيقه مع سعاد ويعرف منها أن بسيمة كانت على موعد مع سيدتين لا تعرفهما هي ودلال، لكي يذهبان بها إلى صايغ ليغير لها الأساور بالتقسيط، وأنها ذهبت وتركت بسيمة مع دلال دون أن ترى السيدتين، ثم يستجوب الضابط دلال ويعرف منها أنها تركت بسيمة وذهبت مع أمين حيث يعمل لدى والدها المعلم الجزار كاتب في السلخانة، وأن بسيمة ذهبت مع السيدتين إلى الصايغ وكان يلبسان ملاية لف وبيشة، ثم يستأذن الضابط أحمد يسري والد سعاد في الانصراف، ثم يقوم الضابط باستدعاء أمين في مكتبه في القسم واستجوابه ويعرف منه أن بسيمة ذهبت مع سيدتين يلبسان ملاية لف وبيشة،
ثم يخبر الضابط المأمور بنتيجة التحقيق وأن كل سيدات الإسكندرية ترتدي ملايات لف وبيشة. يقول له المأمور بأنه يجب عليهم مراقبة مداخل ومخارج الإسكندرية من بحر وسكة حديد وطرق زراعية والمدافن وأي مكان يمكن إخفاء الجثث فيه. يدخل عليهم المخبر ويخبر الضابط بأنهم قد وجدوا رجل يبيع سلسلة قلب ذهب لبسيمة. ليبدأ الضابط في استجواب الرجل ويعرف منه أنه بائع سريح وأنه قام بسرقة السلسلة الذهب من فرغل الفرارجي. ليقوم الضابط بعدها بأخذ قوات البوليس للقبض على فرغل الفرارجي، والذي يقوم بالهرب وتطارده قوات البوليس ويحدث اشتباكات بالسلاح ينتج عنها مقتل فرغل على يد المخبر زغلول والذي يلومه الضابط لأنه كان يريد فرغل حيا. وتعاود الجرائد بنشر مقالات عن أن الإسكندرية مهددة بفقد جميع نسائها، مما يتسبب ذلك في ضغط على أجهزة الأمن والبوليس، ليقوم حكمدار الإسكندرية بالاتصال تليفونيا بالمأمور ويكون غاضبا ويطلب منه نتيجة في غضون أسبوع بالقبض على المجرمين. ليقوم بعدها المأمور بالتحدث مع الضابط وأن الأمل والدليل قد مات بموت فرغل الفرارجي، ليبرر له الضابط ما قام به المخبر زغلول كان خوفا على حياته، وأن هناك تحريات تثبت بأن فرغل الفرارجي كان يتردد على خمارة سنارة، وأنه سوف يتنكر في شخصية مجرم حيث أنه ضابط جديد غير معروف وأنه سوف يتردد على الخمارة للوصول إلى دليل يعرف به أفراد العصابة. ويتنكر الضابط في زي المجرم ويسمي نفسه حروجة ويكون معه المخبر زغلول، ثم يذهب إلى خمارة سنارة ويتعامل كأنه مجرم مع الصبي والخواجه صاحب الخمارة في عدم دفع الحساب. وتقدم وردة الرقاصة نمرتها في الرقص، ثم يدخل أمين إلى الخمارة، ويتشاجر دحروج مع أمين عند لم الرقاصة للفلوس، ليقوم المخبر حسني بالتدخل وفض المشاجرة وتوبيخ دحروج وأنه ما زال مراقبة حيث أنه مستجد من الإفراج، ويقوم أمين بمواعدة وردة الرقاصة في الساعة 8 مساء عند محطة السلخانة. وفي الساعة 8 مساء تأتي سيدتان إلى وردة عند محطة السلخانة ويتعرفان عليها ويقومان باستحابها إلى منزلهما. وتكون السيدتان هما ريا وسكينة بصحبة أزواجهم حسب الله وعبد العالي وباقي أفراد العصابة، وأنهما قامان بإفهام وردة بأن أمين سوف يأتي لها عندهم الليلة لقضاء السهرة معها، وتكون أفراد العصابة موجودة حيث ترقص وردة لهم، بينما تشرف ريا على الحفر في غرفة الدفن، ثم تجهز لها مشروب مخدر. وتقوم ريا بتقديم المشروب لوردة لتشربه، وبعدها تجهز ريا قماشة مبللة بالماء لكتم أنفاس وردة بها عند الإغماء، وتتخلص منها ويقومون بدفنها وسرقة ذهبها. وفي اليوم التالي يذهب الضابط إلى مكان عمل أمين في السلخانة ويسأله عن وردة الرقاصة، وأنه كان على موعد معها ليذكر له أمين بأنه كان في دمنهور مع المعلم ليلة أمس لكي يشترون بهائم وأنهم قد وصلوا من دمنهور في صباح هذا اليوم، ثم يأخذهم إلى المعلم حيث يطابق كلام المعلم كلام أمين، ويعرف منهم المعلم بأنه كان على موعد مع وردة الرقاصة ليلة أمس وأن أمها قد أبلغت عن اختفائها اليوم وذكرت لهم أنها قد خرجت بالأمس لمقابلة أمين حسب حديث وردة معها، ثم ينصرف الضابط ويتركهما. ومن التحريات يعرف الضابط من المخبر زغلول بأن وردة كانت بالأمس عند محطة السلخانة ومعها سيدتين بملايات لف وبيشة، ليذكر له الضابط بأنها نفس الأوصاف في كل حادث. ثم يستقبل الضابط سعاد مع أخيها حمادة في مكتبه ويسألان عن نتيجة التحقيقات حول اختفاء بسيمة، حيث أن أم بسيمة على اتصال بسعاد ليخبرهم الضابط بأنه لا يوجد شيء جديد. وفي نفس الوقت تصل ريا وسكينة مع شيخ الحارة حيث أنهما يسكنان بجوار القسم، لتقديم فيهما محضر بخصوص إزعاج السكان بالطبل والزمر والبخور في كل ليلة، ليقوم الضابط بإرسالهم للشاويش خميس لعمل المحضر.
ثم يتفق الضابط مع المخبر زغلول والمخبر حسنين على خطة جديدة، ثم بعدها يكون دحروج في خمارة سنارة، ويدخل المخبر حسنين الخمارة ويقوم بتوبيخه حسب الخطة، ليخرج دحروج وراء المخبر حسنين ويخرج وراءهم الأعور، ويرى الأعور دحروج وهو يقتل المخبر حسنين حسب الخطة، ليقوم الأعور بالتعرف على دحروج والهروب سويا من البوليس، ويتفق معه الأعور على العمل معه وتوصيل الأمانة والتي هي المسروقات الذهبية واستلام الفلوس. ثم يقوم الضابط بإبلاغ المأمور والذي يقوم بتهنئته على هذه الخطوة، بينما يقوم الأعور هو الآخر بإبلاغ ريا وسكينة بالوافد الجديد معهم وهو دحروج، ويشددون عليه بعدم معرفته لهم وأن ما عليه هو توصيل الأمانة فقط، وأنه سوف يحل محل فرغل الفرارجي، وأن هيئته الجديدة بائع سجائر صريح سني واسمه جلال. وفي اليوم التالي يبدأ جلال العمل مع الأعور ويسلمه كيس ذهب ليقوم بتسليمه إلى عريضة الصايغ. ثم يخبر جلال المخبر زغلول بأن يهاجموا محل عريضة الصايغ ويقبضون عليه بعد أن يستلم منه كيس الذهب، ثم يسأله عن المخبر حسنين ليقول له بأنه قد سافر الصعيد. وبعد استلام عريضة كيس الذهب من جلال، يقوم البوليس بالقبض على عريضة، ولكن الأعور يقوم بقتل عريضة بالرصاص ويقوم بالهرب من البوليس. ثم تنشر الجرائد مقالات تهاجم فيها البوليس وأنهم عاجزون عن حوادث اختفاء نساء الأسكندرية، ويقابل الأعور جلال ويخبره بأن يتواجد غدا في سوق الخيط من الساعة 10 إلى الساعة 11، ويتفق معه على كلمة سر يقولها في حالة وجود بوليس، ثم يبلغ جلال المخبر زغلول بذلك. وإلى هنا عزيزي المشاهد الكريم نأتي إلى نهاية الجزء الأول والفيديو، والذي نرجو أن ينال إعجابك. شكرا لك عزيزي المشاهد الكريم على مشاهدتك للفيديو.